لقد من الله علي واشتريت قطعة أرض لبناء بيت عليها، وذلك منذ 3 سنوات بمبلغ 2000 جنيه. وبعد شرائها والشعور بنعمة الله علي، نذرت أنني عند بنائها سأعمل الطابق الأرضي كله مسجدا، ويكون البيت في الدور العلوي. وقلت أمام أقاربي وأصدقائي نذرت أن أعمل هذا العمل، ولكنني وجدت أن إمكانياتي المالية لن تسمح لي بالبناء نظرا لتكاليف البناء الكبيرة، وسوف أقوم في الشهور القادمة ببيع هذه الأرض إن شاء الله. فأرجو إفادتي، ماذا أفعل في هذا النذر؟ ولو بعت هذه القطعة فهل يسقط عني أم لا بد من عمل شيء بدلا عنه؟ ثانيا، بالنسبة للزكاة عن هذه القيمة، هل أخرج قيمة الزكاة عن المبلغ الذي اشتريتها به فقط ومن تاريخ شرائها، أم أخرج الزكاة عن المبلغ الذي ستباع به؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير. الذي يظهر من سؤالك أنك نذرت أن تجعل هذه الأرض، أن تبني هذه الأرض التي اشتريتها، تجعل الدورة الأرضي منها مسجدا. نعم. وأنك نذرت هذا النذر شكرا لله على أن يسر لك هذه الأرض، ولكنك في الوقت الحاضر لا تستطيع عمارتها، وتسأل هل يجوز لك بيعها؟ لا، لا يجوز لك بيعها، لأنك نذرت أن تجعلها، أن تجعل الدورة الأرضية منها مسجدا. نعم. وأن تجعل ما فوقه سكنا. فما دام أنك لا تستطيع بناءها في الوقت الحاضر فإنك تنتظر إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى بناءها وتنفذ ما نذرت، لأنك لم تيأس حتى الآن من عدم القدرة على بنائها وتنفيذ هذا النذر الذي نذرته. يعني يبقى النذر دينا في ذمته حتى يستطيع وينتظر. نعم، وينتظر. نعم. يترك الأرض وينتظر إلى أن ييسر الله بناءها وتنفيذ هذا النذر، فإذا يأس من ذلك ويأس من القدرة على بنائها وتنفيذ هذا النذر، حين ذاك يسأل أهل العلم. أما الآن فالذي أراه أنه ينتظر ولا يبيع هذه الأرض، لعل الله ييسر لها بناء. نعم. نعم. إذن ما على هذا ليس عليها زكاة ما دام يقصد البناء عليها؟ يبقيها. نعم، يبقيها انتظارا لتنفيذ ما نذر فيها، ولا عليها زكاة في هذه الفترة. نعم.